الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه مشركة، وكان يدعوها دائما للإسلام، يحثها أن تسلم، فكانت تأبى عليه، فدعاها يوما للإسلام فأسمعته بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فخرج رضي الله عنه من بيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي للإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرج رضي الله عنه مستبشرا فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل لبيته قال رضي الله عنه: قال: فلما جئت فإذا الباب مجاف، يعني مردود مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. قال رضي الله عنه وهو لا عند الباب مغلق، قال: فسمعت خرخرة الماء، يعني صوت الماء كأن أمه تغتسل. قال رضي الله عنه: فاغتسلت ثم لبست درعها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه، خرج أبو هريرة وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي من الفرح، قال: يا رسول الله، أبشر، فإن الله قد استجاب دعوتك وهدى الله أم أبي هريرة. فأسلمت رضي الله عنها، أسلمت فضلا من الله عز وجل، ثم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها.